هنتكلم عن الجاستريك اند ديودينال بيبتيك ألسر. ايه اول حاجة ايتم هتكلم عنه الباثوفيسيولوجي للجاستريك اند ديودينال ألسر. البيبتيك ألسر سواء الجاستريك او الديودينال بتبقى نتيجة امبالانس، حصل عدم توازن بين الاجريسيف فاكتورز يعني الفاكتورز اللي استيمولات الاسيديك سيكريشن، واللوكال ميكوزال ديفنسز يعني الدفاعات اللي بتعملها الميكوزا سواء في الجاستريك او في الديودينم ضد الاسيد سيكريشن. ده ايه الاجريسيف فاكتورز، الحاجات اللي بتساعد على زياده الاسيديتي، الاسيديك سيكريشن نفسه الاتش سي ال، البيبسين، الهيليكوباكتر بايلوري انفكشن. الديفنس بتاع الميكوزا اجينست ات بيبقى السكريشن اوف بايكربونات ميوكس اند بروستاجلاندين. لما يحصل امبالانس بين الاجريسيف فاكتورز واللوكال ميكوزال ديفنس بتحصل البيبتيك ألسر. الريجوليشن اوف جاستريك اسيد سكريشن بيتحكم في يعني 3 ستيشنز. اول حاجه النيورال فيا ذا فيجاس نيرف. الفيجال استيميوليشن بيعمل استيميوليشن للأسيتايل كولين اللي بيشتغل على الماسكارينيك ريسيبتورز، والماسكارينيك ريسيبتورز استيميوليشن بتعمل اكتيفيشن للبروتين كاينيز ثرو كالسيوم ديبندنت باسوي. بروتين كاينيز اكتيفيشن بيعمل اكتيفيشن للاتش كي اي تي بيز بامب اللي هي بتزود السكريشن of hydrogen ion into the lumen. الهيدروجين ايون combine with Cl عشان form الحمض الهيدروكلوريك ال HCl. يبقى اول station neural عن طريق ال vagus nerve، ال vagal stimulation بيعمل stimulation acetylcholine، بيشتغل على المسكارينيك ريسبتورز اللي موجودة في البارايتال سيلز. المسكارينيك ريسبتورز رو كالسيوم ديبندنت باسوي بتعمل اكتيفيشن للبروتين كاينيز، وبالتالي بتعمل اكتيفيشن ال اتش كي تي بيز بامب وبتزود ال اتش سي ال سيكريشن انتو ذا ليون. تاني محطه الباراكراين فيا لوكال ريليز اوف هيستامين من الانتيرو كروموفين لايك سيلز. الانتيرو كروموفين لايك سيلز بتعمل ستيميليشن للهيستامين ريليز. الهستامين بيشتغل على ال H2 receptors. ال H2 receptors بنسميها كده G protein coupled receptors stimulatory GS. ازاي؟ لانها بتعمل activation للأدينايل سايكليز. الأدينايل سايكليز stimulate conversion ل ATP لسايكليك AMP. السايكليك AMP يعمل stimulation للبروتين كاينيز، اكتيفيشن البروتين كاينيز اللي بيعمل اكتيفيشن ال HKT بيز بامب ويزود ال HCl سيكريشن. يبقى الباراكراين تاني محطه، الانتيرو كروموفين لايك سيلز ستيمولييت او بتعمل لوكال ريليز للهستامين. الهستامين بيشتغل على H2 ريسبتورز الموجوده في البارايتال سيلز. GS جي بروتين كابل ديسيتوز ستيمولاتوري يعني بتعمل ستيميوليشن ادينايل سايكليز اللي بيحول الـ ATP الـ cyclic AMP اللي بيعمل activation للبروتين كاينيز، واللي بيعمل activation بالتالي الـ HKT بيز بامب و stimulate الـ HCl secretion into the liver. تاني حاجة الـ endocrine via gastrin release من الـ antral G cells. الـ antral G cells دي موجودة في البرايت الزلز وبتعمل اكتيفيشن للبروتين كاينيز ثرو كالسيوم ديبندنت باسوي. اكتيفيشن البروتين كاينيز اكتيفيشن اتش كي تي بيز وبالتالي ستيمولييت الاتش سي ال سيكريشن انتو ذا ليومن. دول كلهم الفيجال ستيمولييشن اند اسايل كولين ريليز والانتيرو كروموفين لايك سيلز اند هيستامين ريليز والجاسترين سيكريشن اللي بيشتغل على جاستن سيبتوز في برايتال سيلز. دي كل حاجات بتزود ال HCl secretion into the lumen. الحاجات
الميكوزال ديفنس بقى البروستاجلاندين اللي اشتغل على البروستاجلاندين ريسبتورز، والبروستاجلاندين ريسبتورز موجوده برضو في البارايتال سيلز. سميها كده جي اي، يعني جي بروتين كابل ريسبتورز انهبيتوري. انهبيتوري الايه؟ للادينايل سايكليز، يعني بتمنع تحويل الاي تي بي للسايكليك ام بي، وبالتالي ما فيش اكتيفيشن للبروتين كايناز، وبالتالي ما فيش اكتيفيشن للاتش كي اي تي بيز بامب، وبالتالي ما فيش زياده السكريشن للاتش سي ال انتوزاليوم. ايه اعراض الجاستريك والديودينال ألسر؟ طبعا بيجاستريك بين، ودي كاردينال مانيفيستاشن للبيبتيك ألسر، بيجاستريك بين، انوركسيا، نوزيا، فوميتنج، ساعات بيوصل لبيجاستريك تندر. فرق ما بين الجاستريك والديودينام، البين في الجاستريك بيبتيك ألسر بيبقى ريليتد تو ميلز، غالبا بيبقى بعد الاكل على طول. في الديودينام بيبقى فيو اورز افتر ميلز. الفوميتنج في الجاس، الفوميتنج ريليف البين، يعني بيبقى اوضح في الجاستريك وبيساعد على ريليف البين، لكن في الديودينام مش بيبقى برومينانت قوي. بريدوسيتي الجاستريك ألسر بتبقى ليس ماركت، الديودينال ألسر بتبقى ويل ماركت. الأباتايت في الديودينال بتبقى جود، في الجاستريك بيبقى فيه أنوركسيا، بيبقى فيه فير أوف إيتينج، عشان كده البادي ويت بيقل، بيبقى سن. وفي الديودينال لأن الأباتايت جود ومفيش ألم بيبقى بعد الأكل على طول، فبيبقى ويل فيد، ما بيبقاش فيه تأثير على البادي ويت. الكومبليكيشن 5% من الجاستريك بتحول لترن مالجنت، وديودينال الكومبليكيشن بتاعته بيحصل هيموريج وبورفوريشن. من الحاجات التشخيصيه ان انا بعمل ابر اندوسكوبي وباخد بايوبسي من الجاستريك انترم عشان اتاكد من وجود الهيليكوباكتر بايلوري اور نوت. الكومبليكيشن بتاعت البيبتيك ألسر طبعا هيموريج من مكان الألسر. الهيموريج الألسر ممكن تزيد وتعمل بنتريشن وبرفوريشن، وممكن بقى يحصل هيلينج الألسر بفايبروزس فيحصل جاستريك اوت فلو اوبستراكشن. الجولز اوف ثيرابي فور بيبتيك ألسر، اول حاجة ان انا بعمل ريليف البين اللي هو الاجونايزنج سيمتوم للالسر، وبعد كده عايزه اعمل بروموشن للهيلينج بتاعه الالسر وبريفنشن اوف ريكيرنس اوف ذا الالسر. ثيرابيوتيك استراتيجيز فور تريتمنت اوف بيبتيك ألسر، ان انا اعمل ريدكشن للاسيد سيكريشن، اقلل الاسيد سيكريشن. رقم 2 اعمل نيوتراليزيشن اوف سيكريتد اسيد، ولو في اسيد حصل سيكريشن احاول اعمله نيوتراليزيشن. رقم 3 انهانسمنت اوف ميكوزا ريزيستنس، ازود الديفنس. و4 اراديكيشن اوف هيليكوباكتر بايلوري، كاني بقلل الاجريسيف فاكتور، فبعمل ريدكشن اسيد سيكريشن ونوتراليزيشن للسيكريتد اسيد وريدكشن اوف هيليكوباكتر بايلوري، وازود الميكوزا ديفنس، بعمل انهانسمنت للميكوزا ريزيستنس. ازاي بعمل ريدكشن اسيد سيكريشن؟ بفور كاتيجوريز اوف دراجز، طبعا اكوردنج للميكانيزم او ريجوليشن اسيد سيكريشن. ممكن اخد H2 receptor blocker او antagonist. رقم 2 اعمل inhibition لل HKAT base pump. رقم 3 ادي prostaglandin، ورقم 4 ادي anti-muscarinic drugs. H2 receptor antagonism زي السيميديدين والرانيتيدين والفاموتيدين والنيزاديدين، الميكانيزم of action بتاعهم according للregulation اللي لسه قايلاه. ال H2 receptor antagonism competitive antagonism للهستامين على H2 receptor، وبالتالي inhibit البيزل and food stimulated basal food stimulated and nocturnal acid secretion، وpromote the healing of gastric and duodenal ulcer and prevent recurrence. Routes of administration cimetidine، في منه يعني cimetidine والranitidine والفاموتيدين، في منهم اورال وفي بارنترال، بارنترال انترا ماسكولار انترا فينس. ممكن جرعته 800 ملي قبل وقت النوم، وممكن اقسمها لجرعتين 400 و400. رانيتيدين والنيزاديدين 300 ملي جرام قبل النوم او 150 مرتين في اليوم. الفاموتيدين 40 at bedtime or 20 مرتين في اليوم.
التريتمنت بيريود ديودينال ألسرز هيلز وذين 6 تو 8 ويكس اوف تريتمنت، بيبقى من شهر ونص لشهرين. لكن ده ديودينال ألسر. الجاستريك ألسر بتحتاج لونجر تايم، وبعد ما يحصل هيلينج بحافظ على مينتنانس دوس، بتبقى تقريبا نص الديلي تريتمنت دوس لمدة at least 6 months، لمدة لا تقل عن 6 شهور عشان أمنع الريكورنس. adverse effects of cimetidine، من الحاجات الكومون سايد افكتس للسايمتيدين الهيديك، الديزنس، النوزيا، المايليجيا، السكين راش، الاتشينج. في symptoms related للسنترال نيرفس سيستم زي الكونفيوجن، ودي بتبقى اكتر في الالدر خصوصا مع الامبيرد كيدني فانكشن. في سايد افكتس تاني الانتي اندروجينيك افكت، السايمديدين ممكن يعمل لوس اوف ليبيدو، بيعمل امبوتنس، بيعمل جاينيكوماستيا، بيعمل جلاكتوريا، بيقلل السبيرم كاونت، انهبت السيتوكروم بي 450، بيقلل سلو ذا ميتابوليزم اوف مين دراجز زي الفينيتوين، السايوفيلين، الورفارين، الدايزيبام. ساعات سايمديدين رير سايد افكت، بيعمل ريفرسابل بون مارو ديبريشن او هيباتايتس. الرانيتيدين والفاموتيدين والنيزيديدين ما بيأثروش على الهيباتيك سايتوكروم بي 450، ما بيعملهاش انهيبيشن، وبالتالي ما بيأثروش على الميتابوليزم للدراجز اللي انا قلتها. دونت بلوك الاندروجين ريسبتورز، ما لهمش انتي اندروجينيك افكت، سو نوت كوز جينيكوماستيا اور امبوتنس زي السايمديدين. الHKATBase inhibitors اللي هم معروفين ببروتون بامب انهيبيتور زي الأوميبرازول واللانسوبرازول، ودول بيشتغلوا على the last step للجاستريك H cell secretion اللي هي خطوة الHKATBase بامب، بيعملوا بلوك للHKATBase بامب وبالتالي بيمنعوا inhibition للجاستريك acid secretion. الأوميبرازول واللانسوبرازول دول برودراك لازم محتاجين activation in acidic environment of the secretory canaliculi of the parietal cells، وبعد ما يحصل لهم activation في acidic media بيحصل بتعمل طبعا inhibition gastric secretion by blocking the proton pump. الأوميبرازول بيبقى تقريبا 20 ملغرام per day، اللانسوبرازول بيبقى 30 ملغرام per day، و they are given orally لمدة 4 weeks في الديودينال ألسر، ومدة أطول في الجاستريك ألسر بتوصل ل 8 weeks شهري. الأدفيرس إفكتس ريليتد للجي اي تي، نوزيا وضارية وأبدومينال كوليك. أذر سايد إفكت السكين راش والهيديك والديزنس والسومنولنس. الأوميبرازول برضو بيأثر على سايتوكروم بي 450 ميتابوليزم، بيأثر بيقلل الميتابوليزم بتاع الفينيتوين والأولفارين والديازيبام. ولقينا ان كرونيك ادمنستريشن اوف لارج دوزز اوف اوميبرازول بيعمل ديفلوبمنت للكارسينويد تيومرز ان راتس. كاتيجوري تاني اللي هي الانتي ماسكارينيك دراج، الماسكارينيك كولينرجيك انتاجونيسيس اللي بتقلل الجاستريك اسيد سيكريشن، زي البرينزيبين سيلكتيف انتاجونيزم للام 1 ريسبتورز، وبتاخد 50 ملي جرام مرتين في اليوم for 4 to 6 weeks. neutralization of the secreted acids بالانتاسيدز. الانتاسيدز بنقسمها ل يعني بنقسمها قسمين، chemical antacids و physical antacids. الانتاسيدز دي الانتاسيدز weak bases، بتقلل الجاستريك acidity by neutralization لل HCl secretion من الجاستريك parietal cells. بتقلل برضو البيبتيك اكتيفيتي، لان البيبسين بيبقى ان اكتيف، يعني البي اتش تبقى اكتر من 4، فالانتاسيد لانها بيزس بتقلل الاسيديتي وبالتالي بتقلل البيبتيك اكتيفيتي. بتعمل اكشنز تانية ان هي بتقلل الهيليكوباكتر بايلوري كولونايزيشن، وبتعمل ستيميوليشن للبروستاجلاندين سينثيسيس.
الانتاسيدز يوزفول ان تريتمنت اوف ريفلكس، مش بس بيبتيك ألسر، بتعالج الجاسترايتس، بتعالج الريفلكس اوسوفاجايتس. الكيميكال انتاسيدز في لوكال جاستريك او نون سيستميك انتاسيدز، وفي سيستميك انتاسيدز. السيستميك انتاسيدز زي الصوديوم بايكربونات، اللوكال او نون سيستميك انتاسيدز زي المغنيسيوم صولت، المغنيسيوم اوكسايد، المغنيسيوم هيدروكسايد، المغنيسيوم ترايسيليكيت. في الومنيوم صولت زي الالومنيوم هيدروكسيد جيل، وفي الكالسيوم صولت زي الكالسيوم كربونات، وفي البايزمس صولت زي كلويدال بايزمس سيتريت. الصوديوم بايكربونات بتميز انها رابيد اونست اوف اكشن، لكن الديس ادفانتج بتاعتها ان هي شورت ديوريشن، رابيد اونست لكنها شورت ديوريشن اوف اكشن. ومن الديس ادفانتج برضو ان هي بتعمل سي او 2 لايبريشن، وبالتالي بتعمل جاستريك ديستنشن وميتابوليك الكالوزيس. المغنيسيوم اوكسايد والمغنيسيوم هيدروكسايد ما بيبقاش فيه الكالوزيس، ما بيبقاش فيه جاستريك ديستنشن، لان ما بيحصلش لايبريشن او الريليز للسي او 2 في الاستومك. والديوريشن بتاعها دي كلها مميزات، الديوريشن بتاعها لونجر زي الصوديوم بايكربونات، لكن ديس ادفانتج ان هي بتعمل دايريا. المغنيسيوم ترايسيليكيت، المغنيسيوم ترايسيليكيت دي بتشتغل كيميكال وفيزيكال انتاسيدز. كيميكال بانها رياكت ويز اتش سي ال فورمينج ام جي سي ال 2 ده نيوتراليزيشن، والسيليكون دايوكسايد. السيليكون دايوكسيد دي ليها جيلاتينس كونسيستنسي، يعني ليها كده قوام جيلاتيني. اكت باي اتس ديمولوسنت اكشن اند ابزوربنج اكشن الاتش سي ال. يبقى مميزات المغنيسيوم ترايسيليكيت ان هي اكت كيميكالي اند فيزيكالي. كيميكالي بتعمل نيوتراليزيشن ال اتش سي ال، رياكت ويز ات وفورمينج الام جي سي ال 2. بتكون ماده تاني اسمها سيليكون دايوكسايد. السيليكون دايوكسايد ليها جيلاتينس كونسيستنسي، جيلاتينس كونسيستنسي بتعمل افيبتيك السر، بتشتغل بالديميولوسنت اكشن بتاعها، وبتعمل ادزوربنج لل اتش سي ال. This advantage بتعمل ضيارية و slow onset of action. الألمونيوم هيدروكسيد جيل act both physically and chemically. physically بالديميولسنت action and absorbing HCl. chemically بالنيوتراليزيشن HCl in the stomach and forming AlCl3 and water. ليها prolonged duration of action وما بتعملش الكالوزيس. الديس ادفانتج بتاعها ان بتعمل كونستيفيشن وهايبوفوسفاتيميا. من الانتاسيدز برضو الكالسيوم كربونات، والادفانتج بتاعتها مميزاتها ان هي رابيد اونست اوف اكشن لونج ديوريشن اوف اكشن. الديس ادفانتج بتاعتها الكونستيفيشن والهايبر كالسيوم. الفيزيكال انتاسيدز يعني ايجنت ذات فورم كولويدال سوليوشن اند هاف ديميولوسنت اكشن، اللي هو زي الالومنيوم هيدروكسيد والمغنيسيوم ترايسيليكيت، زي ما قلنا فورمينج السيليكون دايوكسايد ليها ديميولوسنت اكشن وليها ادزوربنج اكشن اتش سي ال. الانتاسيدز ليها دراج دراج انتر اكشن، يعني الكالسيوم والالومنيوم والمغنيسيوم كونتيننج انتاسيدز ريديوس الابسوربشن اوف اورالي ادمنستريتد تتراسايكل، بالتالي bind with them forming insoluble complexes، وبالتالي they are not absorbed. الألمونيوم والمغنيسيوم containing antacid بتقلل الabsorption of other drugs by binding with them or altering the gastrointestinal pH or by altering the gastrointestinal time transient time. يبقى الأنتاسيد فيها common drug interaction. بعد كده ممكن أعمل enhancement للميكوزا resistance بالسكرال فيت، بروستاجلاندين، كلويدال بايزماس كومباوندز، والكاربينولوجزولون. السكرال فيت ده ميكوزا البروتكتيف ايجنت، عباره عن الومنيوم هيدروكسيد زائد سلفيتد سكروز.
السكر الفيت بيعمل انهبيشن للبيبتيك دايجيشن، بيعمل ستيموليشن للميوكس والبايكربونات سيكريشن، وبيعمل ستيموليشن للبروستاجلاندين سينثيسيس. الميكانيزم اوف اكشن هي بايند تو ذا بوزيتيفلي تشارجد جروبز ان بروتينز اند جلايكوبروتينز في النورمال اند نيكروتيك ميوكوزا resulting in viscous gel adhere very strongly to the ulcer base providing a physical barrier to acid and pepsin. يبقى هي بترتبط بالبروتينات اللي موجودة في النورمال والنيكروتيك ميكوزا وبيكونوا viscous gel يعني بتلتصق بشدة في الالسر بيز وبالتالي بتعمل كأنها بارير للأسيد والبيبسين سيكريشن. السكر الفيت بتتاخد 1 جرام 4 مرات في اليوم على امبت ستومك 1 hour before meals، والمفروض انها عشان محتاجة اسيدك بي اتش فور اتس اكتيفيشن ماخدش معاها الشوتو بلوكر اور انتاسيدز. الادفيرس افكتس بتاعها ان هي بتعمل كونستيبيشن، بتقلل البايو افيلابيليتي اوف دراج زي التتراسايكلين ديجوكسين سايميتيدين الكيتوكونازول. تاني حاجة من الميكوزا البروتكتيف ايجنت بروستاجلاندين، بروستاجلاندين اي 2 والاي 2 ودي بروديوسد باي جاستريك ميكوزا وانهبت السكريشن اوف اتش سي ال، وبتعمل ستيمولاشن للسكريشن اوف ميوكس اند بايكربونات زي الميزوبروستول بروستاجلاندين اي 1 انالوج، وده بيستخدم عشان بريفنشن اوف جاستريك السر انديوسد باي نون سترويدال انتي انفلاماتوري دراجز. بيتاخد 200 مايكروغرام 4 مرات في اليوم اورالي. الادفيرس افكتس بتاعه ممكن يعمل دايريا اند ابدومينال كرامبس كونترا انديكيتد في البريجننسي اند هاز ستيمولانت افكت اون ذا يوترس. الكولويدال بايزماس كومباوندز، الكولويدال بايزماس كومباوند بروموت الهيلينج اوف السر بي كوتينج اوف ذا السر ستيمولاشن للميوكوس سيكريشن انكريز البروستاجلاندين سينثيسيس انهبيشن للبيبسين اكتيفيتي وليها انتي مايكروبيال اكتيفيتي اجينست الهيليكوباكتر بيلوري. البايزماس بتتاخد اورالي 240 ميلي جرام مرتين في اليوم هاف ان اور بيفور بريكفاست اند بيد تايم. الادفيرس افكت ان هي بتعمل بلاك كلر للاورال كافيتي اند فيسز. الكاربينوكزولون بيعمل هيلينج للبيبتيك ألسر عن طريق الاستيمولاشن اوف ميوكوس سيكريشن انكريز الاندوجينوس بروستاجلاندين سينثيسيس. الادفيرس افكتس بتاعته ان ليه الدوستيرون لايك افكت، فده بيعمل فلويد ريتينشن، ممكن اديما، هايبرتينشن، هارت فيلير، هايبوكاليميا. طبعا الكونكرنت ادمنستريشن يعني لو خدت معاه السبايرون ولاكتون هيقلل الفلويد ريتينشن ده وبالتالي هيقلل السايد افكت بتاعه، لكن هيعمل ابولشنج للالسر هيلينج افكت بتاعته. الاراديكيشن الهيليكوباكتر بيلوري انفكشن بيحصل له اراديكيشن بالمترونيدازول كلاريسرومايسين والاموكساسيلين والبايزماس كومباوندز والتتراسايكل. الهيليكوباكتر بيلوري دي جرام نيجاتيف بكتيريا بتعمل انفلاماتوري جاسترايتس. 70-90% من البيشنس اللي عندهم جاستريك وديودينال ألسر بيبقى عندهم هيليكوباكتر بيلوري في الانترال سامبل بتاعها اللي بتتاخد بالأبر اندوسكوبي، و يعني هيليكوباكتر بيلوري بوزيتيف. الإراديكيشن للهيليكوباكتر بيلوري انديكيتد ان بيشنس وذ اكتف بيبتيك ألسر وذ بوزيتيف تيست فور هيليكوباكتر بيلوري. المانجمنت اوف بيبتيك ألسر في جنرال مانجمنت جنرال فاكتورز افويد السموكينج افويد الكحول افويد النون سترويدال افويد الكافي والتي والكولا، ما يبقاش فيه بيج ميل فاتي، لا سمول فريكوانت ميلز، لو فيه هيموريج يبقى ريست ان بيد. دراج تريتمنت على حسب البيبتيك ألسر دي بوزيتيف هيليكوباكتر بيلوري بنسميها كده اكتيف هيليكوباكتر بيلوري اسوشيتد ألسر، وفدي انا بعمل انتي سيكريتوري، بدي انتي سيكريتوري ايجنتس لمده 6-8 اسابيع وبدي هيليكوباكتر بيلوري ايراديكيشن ثيرابي فور 2 ويكس، يبقى تريت ويز هيليكوباكتر بيلوري ايراديكيشن ثيرابي فور 2 ويكس وانتي سيكريتوري ايجنت فور 6-8 ويكس.
الفيرست لاين اول حاجه بلجأ في بلجأ ليها في الاكتيف هيليكوباكتر بيلوري اسوشيتد ألسر اتش 2 ريسبتور انتاجونيزم الرانيتيدين 150 مللي مرتين في اليوم اورالي لمده 6 ل 8 اسابيع، زائد التريبل سيرابي فور ذا فيرست 2 ويكس اللي قلنا عليها الاراديكيشن الهيليكوباكتر اراديكيشن سيرابي بايزماس والمترونيدازول والاموكساسيل. الالترناتيف سيرابي بدي اوميبرازول 20 مللي مرتين في اليوم اورالي فور 4 6 ويكس، زائد 2 انتي مايكروبيال ايجنت فور ذا فيرست 2 ويكس، مترونيدازول زائد اموكساسيلين اور كلاريسروميسين. الاكتيف ألسر نوت اتريبيوتابل تو هيليكوباكتر يعني نيجاتيف هيليكوباكتر بيلوري بدي اتش 2 ريسبتور انتاجونيزم زي ساميتيدين رانيتيدين فاموتيدين نيزيتيدين اورالي فور 6 تو 8 ويكس، وبدي بروتون بامب انهيبيتور زي الاوميبرازول واللانسوبرازول اورالي فور 4 ويكس ان ديودينال ألسر وفور 8 ويكس ان جاستريك ألسر. بدي بعد كده مينتيننس سيرابي هاف توز اتش 2 انتاجونست ات بيت تايم يعني السايميتيدين 400 مللي او رانيتيدين 150 مللي او الفاموتيدين 20 مللي ديلي اورالي فور ات ليست 6 مانثس عشان الريكرنس. ممكن استخدم معها السكر دي مينتيننس سيرابي تو بريفنت ريكرنت. برضو ممكن ساعات الجا سيرجيكالي عشان امنع ريكرنس وبلجا سيرجري لما يبقى في سيفير هيموريج او بيرفوريشن او جاستريك اوت فلو اوبستراكشن. ده الليبتيك ألسر.